اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير واقض حوائجنا وأصلح شؤوننا يا رب، نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ ان شاء الله كده الفيديو بتاع النهارده ورتين النهارده يعجبكم. ما تنسونيش بقى ان عجبكم الفيديو وتنسوني في اللايك الجميل والاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي. ويلا بينا اقول لكم بنعمل ايه دلوقتي مع بعض. طبعا دلوقتي روتين كل يوم زي ما انتم شايفين كده، روتين كل بيت. اول حاجه غسيل المواعين اللي مش بتخلص، اللي قلنا قبل كده عليها يا رب تموت، مش بتموت مش بتخلص خالص. طبعا دلوقتي هغسل المواعين كلها اللي عندي، لمتها وهغسلها كلها وافضي المطبخ عشان ما يبقاش في اي مواعين، عشان لما اجي اعمل غدايه ولا اعمل حاجه ما يبقاش في كركبه حواليا. فقلت بقى ابتدي بالمطبخ وابتدي الم الكركبه اللي فيه. بصوا بغسل بقى كل شويه، اخلص المواعين في الحوض ابص الاقي مواعين الناحيه التانية، كل شويه الاقي حد جايب لي حاجه حاطه لي على المطبخ، فمش بتخلص خالص. معرفش بتيجي منين وبتطلع ازاي، معرفش. طبعا عندي كل اللي ياكل بيركن كوبايات جنبه، بيركن اطباق وبيركن حاجات جنبه، بتيجي بقى تلم من القوة تلمي كوبايات قد كده غير اللي في المطبخ. انا بقى مشكلتي هنا ان الحوض صغنن زي ما انتم شايفين، فالمواعين بقى ايه لما بتتكون بلاش اقول لكم بيبقى صعب جدا عليا ازاي. طبعا هخلص كل المواعين. انا طبعا كنت غاسله البوتاجاز ومخلصاه. الفيديو ده كان تكمله الفيديو اللي انا كنت منزلها لكم بتاع الغدا وغسيل البوتاجاز، بس انا طبعا ما عرفتش انزل كله مع بعضه علشان طبعا كان هيبقى هياخد وقت جامد معايا، فما رضيتش اطوله عليكم. خلصت بقى كل حاجه، هغسل بقى حاجه طاسه الاليه والحله دي. طبعا انا طبعا الحلل دي خلاص انا جبت طقم المونيا، رجعت بقى للالمونيا تاني، بجد جميله وحلوه ومريحه ومهما تدعكي فيها يبان نظافتها. هغسل بقى كل حاجه. بس مش هقول لكم مهما اخلص برجع عليا مواعين تاني، بتيجي منين مش عارفه. ابني دخل بقى بيناكف معايا فانا بكلمه وانا بناكف معاه وهو بتخانق معايا. سكت شويه بقى يا جماعه، قلت اريحكم من صداعي شويه عشان انا برغي كتير صح. اه بصوا بقى الحوض اتملى ازاي، رخمته بقى في كده يتملي، يا دوبك بتاع الحنفيه لقيت ملى مني جامد كده، ويفضل بقى يدلدق على الارض ويبهدل لي الدنيا. ان شاء الله ربنا يسهل كده. عايزه اعمل رخامه، اجيب لها حوض واعمل حته رخامه كده يبقى احسن من الحوض الاستانلس ده، بس انا اجلتها لاني طبعا كنت جبت الحوض دوت فقلت خساره هرميه، فعشان كده بقى ان شاء الله قدام شويه هعمل الرخامه. هغسل بقى ايه القماش. بصوا ده الستريس وده كان فيه بخاخه قديمه حاطه فيها ديتول، بغسل ده الحاجه بصراحه. يعني البخاخات بتاعه الازاز بتفضل عندي بستخدمها، بحط فيها منظفات او بغسلهم وبعد كده احط حبه ديتول فيهم. ريحته جميله جدا، الديتول خام وجميل جدا. بغسل بقى فوط المطبخ كويس، اهم حاجه بغسلها حلوة عشان خاطر انشف بيها حاجه ولا حاجه تبقى نظيفه وتبقى ريحتها حلوه مش وحشه. فعشان كده بحط حبه ديتول. بص حتى بشم ايدي بشوف ريحتها ايه، لقيت ريحتها ديتول.
النظافة حلوة يا جماعة والله مريحة. هاخد بقى السترس، اغسل الحنفية واغسل الحوض. ده صديقي، صديقي في التنظيف بجد، فعلا جميل جدا. يعني في تنظيف البوتاجاز، الفرنة، الحيطان، اي حاجة في البيت بصراحة بنظف بيه. فتحس البخاختين زي بعض. انا معلمة واحدة اهي باللون الاسود عشان ما تلخبطش ما بينهم، عشان اعرف دي السترس ودوت الديتول. اغسل بقى الحوض، خلصت خلاص وانضفه كويس جدا كده. انا خلصت المواعين بتاعتي، وعلى ما اعتقد يعني ان هي مش هتخلص، هلاقي مواعين تانية وهتجيني كده من تحت الارض معرفش ازاي. اهو خلصت بقى كده مواعيني وخلصت حاجتي، هبتدي بقى اغسل الارض وامسحها وانضفها، وهعمل هنضف الماسوره كده اللي هي تحت الحوض عشان تبقى نظيفه، عشان لو وقع عليها فضلات اكل ولا اي حاجه ما تبقاش موجوده على اي حاجه. بس زي برفع الحوض وانضفه كويس جدا. معلش يا جماعه والله الحوض ده متلصم، يعني اللي عملهولي معرفش يعمله، فمتلصم بجد يعني. كده بقى انا خلصت كل المواعين اللي معايا، وهبتدي بقى انضف بقى، انشف الحوض كويس عشان ما يبقاش فيه اي ميه خالص تنزل تحت. طولت عليكم ورخمت انا عارفه، بس اعمل ايه، المواعين بتاعتي كانت كتير رخمه. اهو خلصتها بقى الحمد لله. هنضف بقى الرخامه بتاعتي، هشيل اي حاجه من عليها وهمسحها. دي كانت بطاطس كانت باقيه من بالليل، بطاطسايه صحيحه، هقطع عليها تاني عشان اقطعها على الغدا. ابتدي بقى هنا اهو اشيل اي حاجه على الرخامه، ولما طبعا الرخامه بتاعتي اللي عليها ده ستيكر، في ناس كتير بتفتكر الرخامه لونها اسود، بس ده ستيكر انا عاملاه اللي هو اللزق بتاع العربيات. همسح بقى كويس، وهمسح البرطمانات بتاعة السكر وهمسح الكاتل، مش هخلي اي حاجة فوق الرخامة، مش هلمعها، هلمع كله وانضف كله. ديكي تبقى فيهم كده يفضلوا نضاف ويفضلوا زي الفل كده. هو لمعتهم كلهم، حلوة جدا البرطمانات اللي انا جبتها دي، جميلة بجد وشكلها حلو اوي على الرخامة. وطبعا على الكرسي انا حاطة الشاي وحاطة القهوة وحاطه معاه الملح، ودي الصينيه بتاعتي. وهظبط بقى الديكورات بتاعتي، اهم حاجه الحاجات بتاعتي اللي انا بحبها دي اهو. كل ده قاعد اظبطه على الرخامه. وبعد عيب بقى اللون الاسود ان هو رخم مش بينضف بسرعه. فاضل لي بس الارض، انا طبعا معلقه على الاكل. انا فاتحه بقى البلكونه والجو جميل بره، وكنت كنساها ومسحاها وفرشاها وفرشت فيها مفرشه وكانت زي الفل. هكنس بقى ونشرت الغسيل، ما كانش فيها اي حاجه. هبتدي بقى اكنس سجاده المطبخ كده، وبعد كده اشيلها انفضها تاني بعد ما اكنسها. هشيل اي حاجه في الارض واكنس. بس ماشيه بالمقشه بتاعتي والمساحه بتاعتي والعده كلها والجردل، مش عارف اهو. هنضف بقى، هغسل بقى كل ده، هشيله وانفضه. هكنس بقى السيراميك حلو جدا. هحط بقى حبة ديتول في المية، انا حاطة كلور، وهنزل بقى بحبة ديتول علشان تخلي ريحة المطبخ حلوة. انا لقيت تحت الحوض بقى فيه مش نظيف، عايز كله يتلمع، فكان مدلوق عليه صابون،
فحطيت بقى الستريس. وبص بقى، وهنضف الجحيم جنبي ده كله، والله والله ما اخد بجد فعلا مني يعني بقماشة، ما مسكتش سلكة بالقماشة، وبقى السيراميك بيلمع فعلا يعني. بصوا حتى الحوض اللي استلس من فوق بقى بيلمع لما نضفته كده وغسلته ولمعته مكان بعد ما حطيت السترس بالقماشة. اهو خلصت بقى كله ده كده، كله نضفته. ابتدي بقى اكمل بقى مسيح، همسح بقى كويس بقى مكان ايه، مكان ما مسحت المية من تحت وعملت السترس ونضفت. امسح بقى المطبخ كله، كان الجو فعلا جميل قوي النهاردة، كان اليوم حلو والجو كان حلو. هقفل بقى البلكونة خلاص، همسح بقى الباب وهغسله بتاع الباب البلكونة علشان برضو متوسخ، قلت بقى انضفه بالمرة. الاسدال طويل وحاسه ان هي وقعني مع، والله يا جماعه من اصعب الفيديوهات اللي احنا بنصورها، فيديوهات الروتين بجد، لان بيبقى التصوير بتاعها صعب جدا، بيبقى تصويرها رخم. بنحتار نحط الكاميرا ازاي ونشتغل ازاي بالاسدال او بالعبايه على حسب. دلوقتي طبعا همسح التلاجة ولمع التلاجة كويس، ابتدي بقى هرجع تاني اكمل المسيح. حلو، اديني خلصت الغسيل ونضفت كله، هبتدي بقى الم افرش بقى. سبت الارض تتنشف شويه، وكمان هنشفها معايا حته دي كانت بتاعه شرشوبه كده قديمه عندي فاتكسرت، فاخدتها بلمع مسحت بيها الميه كويس جدا عشان افرش على الناشف. وهفرش بقى السجاده بتاعتي، هفرش السجاده. السجاده دي لسه جايباها جديده، بجد شكلها حلو قوي. كنت جايبه الحتتين الصغيرين دولت، بنتي بقى الحلوه راحت تقطع لي سجاد، راحت قطع لي الحتتين الصغيرين دولت، كانت فاكره ان هما هيفرشوا المطبخ كله، معرفش ازاي يعني، فاضطريت ان انا اقطعهم كده حتتين واخليهم زي دواسات، وفرشت السجاده على الارض. وادي اهو المطبخ كله خلص، وادي المطبخ كله خلص، وفيديو النهارده خلص. وانا بعد دلوقتي هسيبكم وراح احضر الغدا واشوف اللي ورايا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير. واقول لكم وبعد تنسوني في اللايك الجميل والاشتراك وتفعيل الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي، واشوفكم ان شاء الله على خير. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.